السلام عليكم وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. هذه ليلتنا اليوم نفود الخطة شمال منطقة هايل بضيافة الأخ العزيز عبد العزيز المرمش. الله يكثر خيرك يا عبد العزيز، صراحة موقع جدا جدا ممتاز، يشرف على المزارع والجبال، وأوريكم مقاطع أخرى غير المقطع هذا إن شاء الله أن أجوز لكم. يومين هالطالة هديمة ورديمة، يسقي بها الله ثراها عقب المحالي. يومين هالطالة هديمة ورديمة، يسقي بها الله ثراها. مثل ما تشوفون يا أخوان، هذه المزارع وهذا النفود يكون شمال المزارع، قدامكم الجبال اللي هناك، جبال أطوال، مزارع، هذه مزارع الخطة شمال منطقة هاي. الآن يا أخوان اتجاهنا احنا اتجاه الشمال، وهذه المزارع اللي شفتوه تو، وهذا النفود الكبير. طبعا الخط اللي داخل النفود هذا يروح لقرية الجفر، داخل النفود تقريبا 25 كيلو، واللي بعده النفود الكبير. هذا مختصر تصوير ليلتنا اليوم، وكثر الله خيرك يا المرمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.